تكون فكره كويسه واخد بيها، لكن مش ممكن اي واحد تجي له فكره كده يجي انا قابل كل واحد جات له فكره، عنده فكره سواء صغيره او كبيره، صالحه او مش صالحه في ده. فعملنا اليه برضو كده مؤقته لحد ما نخليها ان شاء الله، يعني لحد ما نخليها بس يعني مستقره ويعني لها شكل كده متظبط، انه اللي عنده حاجه هيجي يقعد مع حد معين يسمع منه الموضوع، يسمع رايه، اذا كان معاه مستندات او حاجات مكتوبه ياخدها منه ويعمل عليها مذكره ويعرضها عليا، ونبتدي بقى نشوف ايه ونشوف مع الساده المحافظين بتاعنا، بحيث يبقى في يعني فلتره من الاول للافكار. طب ممكن وللوقت يعني رئيس فندم بالاعداد لحركه محافظين مقبله بعد لا الرئيس ما بيقولش اعداد لحركه محافظين، الرئيس بيطلب تقييم العمل، تحسين الخدمات، اصلاح العيوب. يعني شفت الرئيس طلب برضه التواجد في الشارع مع المواطنين باستمرار. طبعا احنا بنطلب. هنبتدي اول جولاتنا امتى اللي مع المواطنين؟ انا يعني ما انا مش الساده المحافظين هم الاهم، ما كل واحد له عمل، يعني كل واحد له عمل، المحافظ هو اللي بينزل ويشوف ويلف وبتاع. انا قد انزل اروح يعني مع بعض الساده المحافظين في مكان معين، في مشكله عامه موجوده في اكتر من محافظه كده، لكن انا طبيعة عملي مش مطلوب اني انزل الف في الشوارع.